لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. أحب أعرفكم بناس أنا أحمد السعيدي بن إسحاق الآلي. هندرس مع بعض المنهج الثالثة إن شاء الله. طبعا ده تكملة للترم الأولاني. الترم الأولاني كنا خدنا فيه قراءة تلفق وعرفنا إزاي خطوات حل المشكلة، وهنطبق بقى يا جماعة الجزء العملي بتاع الترم الثاني إن شاء الله. هو الترم الأولاني بالظبط، بس استخدام البرمجة بقى نستخدم فيه برنامج الفيجوال بيزك. طبعا قبل ما نخش في البرمجه احب بس اقول حاجه. طب الرامه بتاع الكمبيوتر الحاجات السوداء دي اسمها سيكتور، بتبقى مليانه ملايين من الخلايا. لو جينا شفنا شكلها من جوه بتبقى بنفس المنظر ده كده، ملايين من الخلايا، كل خليه قد التانيه، كل خليه بتساوي 1 بايت. دي بتتحكم يعني، مثلا انا معايا فلاش 4 جيجا، هي بتبقى منظرها كده من جوه. منظر الفلاش من جوه لو احنا قسمناها ملايين من الخلايا زي بعض كده، كل خليه قد الثانيه، كل خليه بتساوي 1 بايت. ده بيقولوا ليه بقى؟ عشان اي بيانات بتخش جوه الكمبيوتر لازم تتصنف تبع حاجه، تبع نوع بيان معين. طبعا انت لما تحط مثلا حطيت على الفلاشه مثلا قران اي حاجه، تاخد مكان، بتملى مكان هنا في الخلايا دي كلها قدامك. وطبعا عشان تخش الرام او تخش اي قطعه تخزينيه لازم تاخد نوع بيان عشان الرامه تعرف. تمام. يبقى احنا اتفقنا كده ان قبل ما ندخل اي حاجه في الجهاز او على الرامات او على الهارد او على الفلاشه لازم يكون معروف نوع بيانها ايه. ايه هو بقى نوع البيانات؟ تمام. في برنامج صغير اللي احنا كنا متعلمينه اللي هي الادوات، بنركز شويه على الادوات بتاعت الكلمه دي. الاداه ليبل، دي الاداه ليبل، دي اداه ليبل، دي اداه ليبل، دي اداه راديو بوتون، دي اداه بوتون. طبعا اللي هينكتب هنا يا جماعه، اللي هينكتب جوه التكست بوكس ده هيبقى اسمه بيانات. تمام. انا في الاسم مثلا هكتب، انا اسمي مثلا محمود، يبقى انا هكتب حروف، دي اسمها بيانات يا جماعه. بقى هنتطرق شويه لانواع البيانات. كل اللي هينكتب جوه التكست بوكس هيبقى اسمه بيانات. فبتتقسم بقى البيانات ديت في انواع حرفيه، في انواع رقميه، في تاريخ ووقت، في علامات منطقيه زي ما درسنا موضعها كده. اول حاجه في الاسم اكتب انا اسمي مثلا محمود، دي ارادات الحروف، يبقى اول نوع من انواع البيانات الحرفيه. هنعرف نقسم منها انواع ثانيه. الجنسيه مثلا مصري برضه حروف، العمر فاتوره ارقام، بس العمر الفرق اللي انا لما اجي اكتب عمر مثلا هكتبه ارقام صحيحه. ربط الكهرباء تبقى ارقام معشريه فيها كسور. النوع هختار عن طريق اداه الراديو بوتون اللي بتاخد دي برضه تبقى تابع علامات منطقيه لها نوع بيان تاني. تاريخ الميلاد نفس الكلام. تمام. نرجع لموضوعنا تاني عشان نقسم البيانات تقسيمه. تمام. كله تمام كده الاول يا جماعه؟ كله تمام. 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 احنا اتفقنا بقى ان الرامه وجوه تبقى عامله نفس المنظر قدام حضرتك ده، مقسمه الى ملايين من الخلايا، كل خليه قد الثانيه، كل خليه بتساوي 1 بايت. وطبعا دي الرامه عشان الناس اللي لسه داخله، دي الرامه اللي احنا قلنا الحاجات السوداء ديت دي اسمها ست، دي اللي بيبقى تحتها الملايين من الخلايا دي. تمام. احنا خدنا بقى، انا عرفتك بقى ان في بيانات هتتكتب عباره عن حروف، عباره عن ارقام،
وفي البرمجة انت عارف يعني البرمجة بتبقى يعني كل حاجة دقيقة شوية، يعني كل حاجة لها يعني لها استخدام، يعني كل نوع بيان ليه استخدام، ليه حيز ذاكرة، زي مثلا الاغاني او الافلام، كل واحده يبقى لها مساحه معينه. طبعا انت بتشوف الهارد بتاعك قد ايه مناسب ان هو يشيله ولا لا. طبعا احنا هنعمل الحاجات دي بس بشكل مصغر شويه، زي ما هنشوف دلوقتي. هنا المثال اللي هو مثلا الاسم، انا هكتب جوه التكست بوكس ايه، يعني قبل ما افكر انا هكتب في التكست بوكس ايه. افكر الاول نوع بيان ايه، حروف، الحروف بقى قال لك لو انت يعني درجه انواع البرمجه يعني بيديك الحريه في استخدام كل شيء بس التحكم شويه، انك انت بتفكر الاول قبل ما تعمل الحاجه، قبل ما تعمل البرنامج. يعني المنهج ده كله يا جماعه في الاخر هيعرفك ازاي تعرف تعمل برنامج. يعني كل اللي بنقوله ده المفروض انت بقى في الاخر تعرف تعمل برنامج، برنامج يدير محل، برنامج يدير شركه صغيره. يعني فاضل لك بس تكه بس كده بعد المنهج ده وخلاص، توصل لتعرف انت تعمل برنامج كامل ازاي، وتوثقه باسمك وتعمل له وتعمل له كل حاجه. انواع البيانات قلنا في انواع بيانات نصيه، قال لك لو انت هتكتب حرف واحد بس، حرف واحد جوه التكست بوكس ده نوع بيان حرفي. انا بتكلم عن الحروف يا جماعه، حروف زي مثلا A B C ألف ب ت، حرف واحد بس هتكتبه جوه التكست بوكس ده هيندرج تحت نوع اسمه تشار، جاي من كلمه كاركتر. طبعا الرسمه اللي قدامنا دي بتبين لنا عدد الخلايا اللي في رامه، اللي في اي ساعه تخزينيه تبقى بنفس الشكل ده، كل خليه قد الثانيه. انا بقول لك بقى لو انت هتسجل، لو انت البرنامج بتاعك برنامج مثلا لشركه او برنامج لتسجيل الاسامي، هيقول لك اسم، هتكتب انت حضرتك الاسم جنبه. شوف انت هتفكر بقى لو الاسم ده هتكتب بس منه حرف واحد بس هياخد نوع بيان اسمه تشار. طيب لو اكتر من حرف، يعني مثلا هنعمل برنامج صغير نكتب فيه الاسم والجنسيه، الاسم ده هتكتب فيه محمد احمد علي، اكتر من حرف واحد هتاخد بيان اسمه سترينج. ده بيحتوي على ملايين من الخلايا، ملوش عدد محدد، نوع بيانه اسمه سترينج. يبقى انواع البيانات الحرفيه في اتنين، في نوع لو انا هسجل حرف واحد بس هياخد حرف واحد بس، هياخد حرف واحد بس اللي هو 2 بايت في الذاكره، ده هيبقى نوع بيان اسمه تشار. في ناس بتقوله يعني التشار ده انا مش هستخدمه، لا، في انت ممكن يقابلك برنامج. تمام، اتفضلي اتفضلي يا نور. هي مش يعني هي بتتقسم تبع الساعه التخزينيه، يعني مثلا كارت ال 2 جيجا او كارت ال 4 جيجا عشان يوصل لك اكتر. كارت ال 2 جيجا ده مثلا بيبقى قد الرسمه اللي قدام حضرتك، لو في كارت 4 جيجا هيبقى ضعفها، لو في كارت 8 جيجا ده كارت 4 جيجا. يعني عدد الخلايا بتبقى على عدد الساعه التخزينيه مش كلها واحده. انا بقول لك ملايين من الخلايا ليه؟ لان كارت يعني مثلا لو ال 1 جيجا بتحتوي على ملايين ملايين من الخلايا، احنا ما نعرفش نعرف عددها لان هي ما بتفرقش بالظبط بتحتوي على قد ايه. يعني انواع البيانات دي هتستلم هتاخد مكان جوه الذاكره. قلنا في بيانات حرفيه اللي بتاخد نوعين اتنين، قلنا في نوع بياخد يسجل حرف واحد بس ده اسمه تشار، جاي من كلمه كاركتر، جاي من كلمه كاركتر. في نوع بياخد اكتر من حرف ده نوع اسمه سترينج. تمام، طيب لو انا هسجل البيانات الحرفيه اهيت، قال لك لو انت هتسجل حرف واحد ده بياخد تشار، اكتر من حرف بياخد سترينج. طيب احنا لو هنسجل بيانات رقميه، خلي بالك في فرق بين البيانات الحرفيه والبيانات الرقميه. البيانات الحرفيه دي مش هتخش في العمليات الحسابيه، يعني ما ينفعش اجمع اقول لك الف زائد ب، او ما ينفعش اجمع اقول لك اجمع محمد زائد احمد، ما ينفعش. يعني البيانات الحرفيه دي ممكن تاخد ارقام برضه، بس بشرط ايه؟ بشرط ان مش هتخش في العمليات الحسابيه خالص. يعني لا هبنيها ولا هطرح ولا هضرب، مش هعمل عليها اي عمليه حسابيه. مثال يعني جه مثلا قال لك برنامج كتب لك في الليبل بتاعه رقم العربيه او رقم التليفون. طب رقم التليفون ده هيبقى ارقام، يقول لي استنى احنا خدنا بقى البيانات الحرفيه دي بتاخد حروف، بل هي ممكن تاخد ارقام بس مش هتخش في العمليات الحسابيه. يعني البيانات الحرفيه ممكن تاخد ارقام، نعم تمام تاخد ارقام، بس انت ان هي مش هتخش في العمليات الحسابيه خالص، مش هجري عليها اي عمليات حسابيه،
ودي بتيجي في امتحانات يعني. تمام، البيانات الرقمية قلنا في بيانات رقمية صحيحة لو أنا هستخدم أرقام صحيحة يعني 1 1000 2000 أرقام صحيحة ما فيهاش كسور، ما فيهاش يعني حاجة من 10، لا دي بتاخد بيانات صحيحة بس أرقام صحيحة. في أربع أنواع بتاخد أرقام صحيحة اللي هي البايت الشورت اللونج والانتيجر، دي الساعة التخزينية بتاعتهم موجودة اهيت، اللي هي البايت بتاخد 1، الشورت بتاخد 2، الانتيجر بياخد 4 بايت، اللونج بياخد 8 بايت. احنا قلنا بقى الرام من جوه نفس الشكل ده، يعني مثلا البايت هياخد، احنا قلنا البايت بياخد 1 بايت. خلي بالك فرق بقى بين البايت نوع بيان والبايت اللي هي الساعة التخزينية اللي هي أقل ساعة تخزينية موجودة داخل الكمبيوتر. يعني ده بايت، ده نوع بيان، نوع بيان أنواع بيانات اللي أنا هكتب بيها البرنامج. يعني في أنواع بيانات هستخدمها بحيث إن أنا بحاجة جوه الذاكرة بقول لها خلي بالك نوع البيان اللي جاي لك ده حرفي أو رقمي. لو حرفي لو أنا هسجل واحد باخد الشير، لو أنا هسجل أكتر من حرف بياخد سترينج. قلنا في بيانات رقمية، قلنا في أرقام بيانات صحيحة، أرقام بيانات عشرية. قلنا الصحيحة أربع أنواع بايت وشورت ولونج وانتيجر. البايت بياخد 1 بايت بس يعني بياخد خلية واحدة فقط، الشورت بياخد 2 بايت بياخد خليتين، الانتيجر بياخد 4 بياخد 4 خلايا، اللونج بياخد 8 ده 8 خلايا. طب ايه اللي جاب الأربعة؟ يعني مثلا احنا قلنا حرف واحد بتشير أكتر من حرف سترينج ده في الحروف، طب اشمعنى أربعة في الأنواع الرقمية الصحيحة؟ قال لك لأن مثلا أنت بتعمل برنامج صغير لمدرسة، مثلا انت ما انتش عاوز تاخد مكان في الذاكره كبير، هتقول له بقى انا مثلا انا عاوز مثلا عدد فصول، عدد الفصول عمرها تعدي 200 فصل او 300 فصل. قال لك انت معاك انواع مستخدمه متاحه اللي هي البايت والشورت. اما برامج مثلا برنامج زي برنامج للبورصه بتستخدم فيه ارقام كبيره جدا، ده هتستخدمه الانتيجر او النمبر. قال لك في بيانات رقميه ما هي الصحيحه بقى تحتوي على كسور، زي مثلا مبلغ من المال، زي مثلا فاتوره، فاتوره كهرباء ممكن تحتوي على كسور. قال لك دي ثلاث انواع، قال لك سنجل ودبل وديسيمال. ده بياخد 4 بايت السنجل، الدبل بياخد 8 بايت، الديسيمال بياخد 16 بايت. دي احنا قلنا بقى لما اقول لك 4 بايت يبقى انت تعرف كده ان هو هياخد اربع خلايا من الذاكره، الدبل هياخد 8 هياخد 8 خلايا من الذاكره. طبعا احنا بنقول انواع البيانات دي في الاول ليه؟ لان هي لازما اي حاجه تخش جوه الكمبيوتر لازم تبقى معرفه بنوع بيان، لازم، لان هي اصلا مش هتسمح لك انك انت تتعرف على الجهاز ما هي ملهاش نوع بيان. انت لو بتدخل مثلا جوه الكمبيوتر والبرنامج ده مش يعني مثلا نزلت مثلا قران وجنون امن مش متعرف، مش هيديك اي صيغه معينه، دي انواع بيانات بقى لازم نوع البيان يبقى متوافق مع اللي عندك. طيب انا لو عملت البرنامج كده، لو عملت البرنامج الصغير اللي احنا كنا جايبينه دلوقتي اللي هو على اللي هو في الفيرجوال بيزك، شوف كده اللي هو البرنامج ده، طبعا الاسم اللي هينكتب هنا مثلا محمود، وانا هفكر الاول هيجي لك سؤال زي ده، يجي لك رسمه زي دي في الامتحان يقول لك اذكر الانواع المستخدمه، انواع البيانات المستخدمه. اول حاجه وجاوبت التكست، انا بسال نفسي الاول انا هكتب ايه جوه التكست بوكس ده؟ هكتب مثلا حروف ولا ارقام الاول؟ لا هكتب حروف. كم حرف؟ حرف واحد ولا اكتر من حرف؟ لا اكتر من حرف. نوع البيان المستخدم هنا سترينج. طيب الجنسيه هكتب بحروف ولا ارقام؟ لا حروف. كم حرف؟ اكتر من حرف يبقى سترينج. العمر هكتب حروف ولا ارقام؟ خلي بالكوا بقى عشان ما تتلخبطوش، لما تيجي تكتب ارقام لازم تسال نفسك نفس السؤال ده، هي الارقام دي هتستخدم في العمليات الحسابيه ولا مش هتستخدم؟ يعني هجمع عليها وهطرح عليها وهضرب فيها والكلام ده، هتستخدم يبقى هستخدم لها انواع البيانات الرقميه، لو مش هتستخدم هستخدم انواع البيانات الحرفيه اللي هي تشار وسترنج. فاتوره الكهرباء يعني العمر ده هكتب مثلا 28 سنه. طب 28 ده البرنامج اللي انا هستخدمه هيتيح لي ان انا اجمع عليه او اطرح عليه حاجه؟ لو لا هستخدمه النوع اللي هو الترند. فاتوره الكهرباء ده انا ممكن استخدم مثلا 21 ونص، 22 ونص، 1000 ونص، استخدم كسور. يبقى افكر في الثلاث انواع اللي هو السنجل والدبل والديسيمال. السنجل والدبل والديسيمال.
اختار اي نوع يعجبني. تمام، النوع ذكر او انثى ده نوع بيان تاني مختلف اللي انا هختار فيه. دي اداه اللي احنا فاكرينها طبعا، ده راديو بوتون ودي راديو بوتون، ديت مسؤوله عن الاختيارات، اختيار بديل، بديل واحد فقط لا ذكر لا انثى. ديت لها نوع بيان خاص اسمه بولين، ده بيتحكم في العلامات المنطقيه، العلامات اللي بتاخد ترو فورس او يس او نو. تاريخ الميلاد ده نوع بيان لوحده خالص اسمه ديت، نوع بيان ده خاص بالتاريخ والوقت، يسجل اي قيمه تاريخ، تاريخ ميلاد، تاريخ فات، اي قيمه تاريخ بيسجلها جوه نوع البيان اللي هو اسمه ديت. يبقى تاني الانواع اللي بقت مستخدمه هنا، الاسم ده سترنج، الجنسيه سترنج لان انا هكتب فيه اكتر من حرف، العمر لو انا مش هستخدمه مش هجمع عليه او اطرى عليه هاخد له سترنج، لو انا مش هستخدمه استخدم فاتوره الكهرباء مبلغ من المال، اي فاتوره فيها اي فاتوره ممكن يحتوي على كسر. هستخدم ثلاث انواع اللي هو السنجل والدبل والديسيمال، النوع تذكر لو انت استخدم علامات منطقيه او هختار. يعني النوع بولين ده يا جماعه مسؤول عن الاختيارات اكتر، لما تيجي تعمل حاجه فيها اختيار فيها ترو او فوس او فيها يس او نو بختار نوع بيان اسمه بولين. تاريخ الميلاد الخاص بالتاريخ، اي قيم تاريخ بستخدم النوع اللي هو بولين. تمام مع بعض كده يا جماعه كويس ولا في حد؟ صوت تمام، تسمعني تمام؟ دي رسمة خاصة يا جماعة بأنواع البيانات كلها. ورجعنا قسمنا أنواع البيانات تاني حسب الحجم اللي بيشغله في الذكاء اللي هيستخدمه. قلنا البايت بياخد واحد خلية، الشورت بياخد اثنين، الانتجر بياخد أربعة. قلنا بقى الحاجات ديت هي الحجم الذي يشغله بالذاكرة بالبايت، احنا قلنا كل خلية بتساوي واحد بايت. تمام، السترنج بياخد قلنا العديد من الخلايا، قلنا في حاجه البايت ده مداه بياخد الارقام من 0 255، دي مهمه جدا، ده المدى بتاع نوع البيان، ده المهم تركز عليه على نوع البيان اللي هو البايت ده، بياخد الارقام من 0 255. يعني مثلا هتعمل برنامج صغير مش هتستخدم فيه الارقام اللي هي الصغيره بس، زي مثلا يجي عدد افراد الاسره. طبعا ده هستخدم اول حاجه ارقام صحيحه، ما ينفعش اقول له عدد افراد الاسره 4.5، لازم ناخد ارقام صحيحه، مثلا نوع بايت شورت لونج انتيجر، هختار من انسب. يعني انا كل ما اخلي الذاكره قليله كل ما استخدم عدد اقل كل ما البرنامج بتاعي يكون اسرع. يعني مثلا زي مثلا انا عندي مثلا برنامج عدد افراد الاسره، انا ممكن استخدم له بايت شورت لونج انتيجر الاربعه صح، الاربع استخدامات بتاعهم صح، بس انه انسب واحد للذاكره، انه واحد يعني مثلا ما فيش واحد هيعدي 255 فرد عدد افراد الاسره، يبقى انسب نوع لي اللي هو البايت. طالما انا عارف ان الارقام بتاعتي مش هتزيد عن صفر، مش هتقل عن صفر ولا تزيد عن 255، هستخدم النوع بايت. تمام، طب انا قلت يا جماعه قلنا بقى انواع البيانات ليه هنستخدمها ازاي وهنشتغل معاها ازاي. نرجع تاني بقى للرقمات اللي هي اللي احنا قلنا السكر ده اللي هو تحته ملايين من الخلايا، كل خليه قد الثانيه وكل خليه بتساوي واحد بايت. احنا اتفقنا بقى ان الرامه ديت بتبقى عباره عن مجموعه من الخلايا، بحط انا الخلايا دي. انت لو لاحظت حاجه وانت بتدخل فلاشه في قلب الموتر عندك، وهو بيبقى فيها ملف تعريف، فيها ملف اوتو رن جوه، حتى لو فرمطت الجهاز 100 مره تبقى موجود فيه. وطبعا انت ممكن تنزل عليها القران وترجع تمسحه تاني، ممكن تنزل عليه افلام تاني وتمسحها، يعني ممكن تتغير قيم اللي هو جوه الخلايا دي. يعني هي الخلايا جوه تبقى عامله بنفس المنظر ده كده، اللي هو اللي هي قد بعض كلهم دي الخلايا اهي. ممكن انا احط في الجزء ده مثلا هيتملى كده كله، هيتملى قران، والجزء ده هيتملى مثلا افلام، الجزء ده هيتملى العاب. انا ممكن اغير في الحاجات دي، ممكن اغير فيها كل حاجه زي ما انا عاوز، لكن في ملف ثابت بيبقى موجود في قلب الفلاشه، حتى لو هو اتمسح الفلاشه مش هتشتغل معاه.
ممكن لو انت عندك فلاش وحبيت تجرب هتوصل الملفات اللي هي مخطوطيه، هيجي لك الملف ده بيقول لك ان انا هدخل بقى العاب والحاجات دي اسمها بيانات. كل حاجه لها نوع بيان. البيانات دي بتخش في حاجات بقى اسمها متغيره وحاجات اسمها ثابته، اللي بتتغير بقى قيمتها ان انا ممكن احط فيها مثلا، ممكن احط فيها العاب وارجع احط فيها افلام وارجع احط فيها اي حاجه انا عاوزها. دي بقى متغيرات، اماكن متغيره. لكن الملف الثابت ده بيبقى واخد جزء في الذاكره ثابت ما اعرفش اعمل فيه حاجه. المتغيرات زي البرنامج، مثال تاني عشان توصل لك كلمه المتغيرات دي، مثال تاني عليها البرنامج اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. لو انا فرقته على حضراتكم دلوقتي، كل واحده هتكتب لي اسم، كل واحده هتكتب اسم لوحده اللي هو البرنامج ده، كل واحد هيكتب اسم الجنسيه، كل واحد يكتب عمره مختلف. الاسم ده لو انا طبعت البرنامج نفس البرنامج ده، كل واحد يكتب جنسيه، كل واحد يكتب، مش حد يكتب زي بعضه، يبقى دي حاجات متغيره. لكن لو انا كتبت لك مثلا ايه هنا، مثلا خليته لك باي مثلا، باي اللي هو 22 على 7 ثابت، وحطيت لك جنبه التكست بوكس، طبعا كله هيكتب 22 على 7، يبقى ده امر المتغيرات. بقى نيجي بقى، احنا عرفنا بقى ان البيانات اللي هتتحط هنا متغيرات، يعني كل واحد هيكتب اللي هو عاوزه، كل واحد هيكتب اسمه، كل واحد هيكتب جنسيته، كل واحد هيكتب عمره. دي حاجات متغيره. لما اجي بقى الدرس بقى اللي هو بعد انواع البيانات اللي هي المتغيرات، تعريف طبعا يا جماعه الكمبيوتر ده انت المفروض ما تحفظش حاجه، كمان انت فاهم الحاجه هتعرف تعبر اكبر اكتر من الاستاذ اللي انت هو مش فاهم. المتغيرات احنا قلنا طبعا البيانات بتاخد نوع بيان، لازم تاخد نوع بيان، كل بيان بيخش لازم يبقى له ليه بيان اللي احنا ذكرناه، يا اما حروف ياخد حرف واحد شير، ياخد اكتر من حرف سترينج، يا اما ارقام قلنا في ارقام صحيحه، ارقام عشريه، ارقام صحيحه 4 بايت وشورت ولونج وانتيجر، عشريه 3 سنجل ودبل ديسيمال، تاريخ ووقت اللي هو دي اللي هو العلامات المنطقيه اللي هو بالنسبة. لما اجي اعرف المتغيرات بقى اللي هي حاجه هتتغير، اقول ايه؟ المتغيرات هي اماكن محجوزه داخل ذاكره رام، احنا قلنا بقى الذاكره اللي قدامها بشكل مبسط ليها. تمام؟ هي اماكن محجوزه داخل الذاكره رام. اها، دي الذاكره رام اهيت، هي اماكن بتتحجز جوه دي الذاكره الرام اللي قدامي دي كلها. قلنا بقى لما اجي ادخل انواع بيانات بتتحجز جوه الخلايا ديت. فلما اجي اعرف كلمه المتغيرات فاريبل، هي اماكن محفوظه داخل الذاكره الرام اللي هي قدام حفاظ ديت، اماكن بتتحجز جوه. يعني باخد مثلا، هسجل مثلا الاسم، باخد له عدد شويه، عدد من الخلايا هنا بحجزها. طبعا دي بتتغير، احنا اتفقنا ان هي بتتغير. يعني مثلا واحد هيكتب احمد، واحد هيكتب محمد، واحد اسم محمود، تسيبه كل واحد اسم شكل. لما اجي اعرف المتغيرات تاني، هي اماكن محفوظه داخل الذاكره رام لابد ان تاخذ نوع بيان. اتفقنا بقى قبل ما ادخل نوع البيان، قبل ما ادخل البيانات لازم تبقى لها نوع بيان. يبقى المتغيرات هي اماكن محفوظه داخل الذاكره رام لابد ان تاخذ نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج، عشان كده سموها متغيرات. تمام، اقول تاني، المتغيرات هي اماكن محجوزه داخل الذاكره الرام. الذاكره الرام دي اللي قدام، لما ادخل اي بيانات عليها تتحدث جوه الرام. لما اجي اعرفها تاني اقول هي اماكن محجوزه داخل الذاكره الرام لابد ان تاخد نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج. يعني طول ما انا شغال في البرنامج بتتغير قيمتها. تمام كده، تمام كده يا جماعه. يبقى المتغيرات هي اماكن محجوزه داخل الذاكره لابد ان تاخذ نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج. اتفقنا بقى هي ماده الكمبيوتر ديت يا جماعه مش حفظ، هي مبنيه على الفهم اكتر. فانت لو فهمت هتعرف تعبر، مش من الكلام اللي قدامنا، يعني عايز تبقى انت بحبك فاهم، لانك انت هتعرف تعبر، لان هيجي لك ممكن يلخبطك في اي حاجه تبقى انت فاهم البرمجه ديت مشي ازاي من الاول كده، هتلاقي نفسك استريحت خالص طول المنهج والمناهج اللي بعد كده. يبقى في حاجه قلنا بقى، في حاجه اسمها متغيرات،
في حاجه اسمها ثوابت المتغيرات زي الرسمه اللي قدامك ديت، يعني مثلا اللي ديت اللي هي الرام بس بشكل مبسط شويه، اللي هي تبقى الرام من جوه او اي ساعه تخزين تبقى عامله كده. الحاجات اللي بتتحط فيها تحط جوه الخلايا دي، تتخزن جوه الخلايا دي. فاحنا قلنا في حاجه اسمها متغيرات قيمتها تتغير، تعرفها، هي اماكن محجوزه داخل الذاكره رام، لابد ان تاخذ نوع بيان، لابد ان تاخذ نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج، ويجب الاعلان عنها. ايه بقى الاعلان ده؟ طبعا اي برنامج في الدنيا كلها معمول عن طريق 3 حاجات. اول حاجه اعلان. اي برنامج تتخيله مصنوع بال3 حاجات دول، يا اما اول خطوه الاعلان، ثاني خطوه التخطيط، ثالث خطوه الاخراج. والتاني اي برنامج عشان يتعمل لازم يمر بال3 مراحل دول، مرحله اعلان، مرحله تخطيط، مرحله اخراج. مرحله الاعلان، فاكرين طبعا لما بنعمل خرائط ترفق، كنت بقول لك اعمل خرائط ترفق، ارسم خريطه ترفق بجمع رقمين، كنت بقول لي كنت بتقول لي ستارت، تمام، كنت بتقول لي ستارت، بعد كده كنت بتقول لي ريد ايه وبي، صح كده؟ تمام معايا؟ كنت بقول لك ستارت، كنت بتقول لي ريد ايه وبي، لو كان طالب تاني كان بيقول لي شو واي، كنت بقول غلط؟ لا طبعا صح، وكان اللي هو عاوزه. تمام، انا بقى لما اجي اعلن، يعني الخطوه بتاعت الريد ديت، ريد ايه وبي ديت، او ريد ايه وبي سي، دي اسمها خطوه الاعلان. ان انا اعلن بقول للبرنامج خلي بالك في حاجه اسمها ارقام جايه لك، او في حاجه اسمها متغيرات. دي اتعمل ازاي بقى؟ يعني اتفقنا في البدايه خالص ان البرنامج لازما 3 حاجات عشان تتعمل، لازم 3 حاجات تتعمل في البرنامج، قلنا خطوه الاعلان، خطوه التخطيط، خطوه الاخراج. عشان اعرف اعلن عن متغير، عشان انا اعرف اكتب ريد ايه وبي بس في الفيجوال بيزك، قال لك بتستخدمه جمله. الجمله دي اسمها ايه بقى؟ جمله دم، بيجي بعدها اسم المتغير وانا هفرضه از فاليو. يبقى انا لما اجي اعلن عن متغيرات لازم استخدم الجمله دي، دم بيجي بعدها اسم المتغير، بيجي بعدها از، بيجي بعدها نوع البيان. طبعا احنا عارفين نوع البيان اللي احنا خدناه، ها اللي فكرني بيه كده، انواع البيانات، انواع البيانات الحرفيه اللي هو لو هيسجل حرف واحد هتستخدم نوع بيان ايه؟ شير، لو اكتر من حرف. تمام، سلام. هنا في انواع بيانات صحيحه رقميه صحيحه اللي هتخش في البيانات الحسابيه، 4 انواع اللي هم بايت، شورت، لونج، انتيجر. انواع الرقميه الغير صحيحه اللي هم الثلاثه سنجل ودبل. عشان اعرف اعلن عن متغيرات الاول لازم نستخدم الجمله اللي هي بتقول دم، بيجي بعدها اسم متغير، بيجي بعدها اس، بيجي بعدها نوع البيان. طبعا لا انا بقول ان الحاجات دي الاكواد، ولا هنعرف نعمل الحاجات دي ازاي ونعملها فين؟ ركز كده عشان انت لو فهمت الخطوه اللي جايه ديت ان شاء الله هتمر عليك البرامج دي كلها سهله، بتاعت الفيجوال بيزك كلها سهله. طبعا البرنامج اهو، انا مقسم البرنامج ده مثلا اهو، لو انا جيت عملت مثلا اكس 5 اللي هي التشغيل اهو، الظاهر قدام اهو، طبعا مش هيسيب اكتب كل حاجه، بس ممكن تك انتر مش حاجه. ليه بقى؟ ان انا مش عامل، مش رابط اي حاجه باي حاجه، انا عامل بس الفورم بتاعه بس، لسه بقى في اكواد لسه عشان اعرف اعمل بقى البرنامج. قلنا في 3 خطوات، خطوه الاعلان، خطوه ها الاعلان، تخصيص الاخراج. اي برنامج في الدنيا مبني على الـ3 خطوات دول، اي برنامج سواء كبير سواء صغير مبني على الـ3 خطوات دول، في خطوه اعلان في اي لغه برمجه عموما، كمان خطوه الاعلان، خطوه التخصيص، خطوه الاخراج. بعلن عن المتغيرات ازاي؟ انا عندي ده هيبقى متغير، الاسم اهو هيبقى متغير، طبعا ممكن حد يكتب احمد محمد شوقي، هتتغير قيمته، هتتغير. يبقى انا لازم اعلن عنه، اعلن عنه عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الجمله اللي هي اتكتبت قدامك ديت، كلمه دم كلمة دم، يجي بعدها اسم المتغير،
يجي بعدها كلمة إز، يجي بعدها نوع الباقي. يعني الجملة اللي أنت شايف حضرتك قدامك ديت دي جملة الإعلان عن المتغيرات، كلمة دي من الأول. يعني أنا بقول للجهاز إيه دلوقتي؟ لما أقول له مثلا دين إكس إز ستريم، دي معناها إيه في الفيجوال ديزاين؟ معناها بقول للجهاز خلي بالك يا جهاز في متغير اسمه إكس، والنوع ده بيخزن أكتر من حرف جاي لك، يحجز له مكان في الذاكرة. دي معنى الجملة دي. بقول للبرنامج خلي بالك يا ذاكرة، في اسم متغير اسمه إكس جاي لك من النوع الثاني، جهزي له مكان عندك في الذاكرة. طب إيه إكس ده؟ ليه ما تحطش أي اسم تاني؟ قال لك أنت تختار أي اسم يعجبك. بس قبل ما نختار الاسم في او شويه قواعد كده نتفق عليها سوا مع بعض عشان اسم المتغير ما يتحط. قواعد تسميه المتغيرات، قال لك انت لما تجيب اسم متغير لما تجيب اسم متغير عندك لازم تكون ملتزم بشوية قواعد كده نقولها مع بعض. أول قاعدة قال لك لما تيجي تجيب اسم المتغير قال لك لازم يكون بادئ بحرف، ما يكونش بادئ برقم. دي أول قاعدة عندنا. أنت يعني خلي بالك أنت اللي بتجيب اسم المتغير ده، أنت اللي بتفرضه من عندك أنت. بس وأنت بتفرضه في قواعد لازم تلتزم بيها. أول قاعدة اتفقنا عليها ان يكون الاسم اللي انت جايبه ده اوله حرف. انا نسيت حتى وانا يا جماعه اشكر الاكاديميه الدارون طبعا المجهود اللي بتبذله طبعا لخدمه الطلبه وخدمه المناهج التعليميه، فانا بشكرهم طبعا. نسيت والله من البدايه عشان اول بس اول حصه، ف يعني من الناس والله ما عاملين جهد يعني بسم الله ما شاء الله في الدنيا كلها في المواد كلها، وربنا يجزيهم يا رب وربنا ممكن ان شاء الله. تمام، نرجع تاني لموضوعنا. قلنا بقى المتغيرات تعريفها تاني، الاماكن محجوزه داخل الذاكره رام، بتتحجز جوه الذاكره رام. لازم عشان تخش جوه الذاكره رام لازم تاخد نوع بيان الاول، لازم تاخد نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج. تتغير قيمتها عشان هي اسمها اصلا مسماها متغيرات، مسماها من اسمها. المتغيرات عرفت عليها تاني، هي أماكن معقودة داخل الذاكرة الرام، لابد أن تأخذ نوع بيان وتتغير قيمتها أثناء تشغيل البرنامج، ويجب الإعلان عنها. خطوة الإعلان قلنا عليها ديم، يجي بعدها اسم المتغير، يجي بعدها آز، يجي بعدها نوع البيان. يعني ديم بيجي بعدها اسم المتغير، بيجي بعدها آز. طب أنا يا جماعة دلوقتي أنا هقول أسامي المتغير، قلنا أول قاعدة إن هو لازم يكون بادئ بحرف وليس رقم. يعني الاسم اللي حضرتك هتجيبه من عندك أنت لازم يكون بادئ بحرف، ما ينفعش تجيب لي اسم متغير بادئ برقمه. فاكرين طبعا خريطه التدفق، كنت بقول لك اسم خريطه التدفق اللي جمع رقمين، كنت بقول لي ريد اي وبي، ما كنتش ينفع بتقول لها ريد واحد واثنين، ما ينفعش اقول لك رقم غلط. فاكرين الكلام ده كله في كل مثال. فاول قاعده وانت بتجيب اسم متغير قال لك لازم يكون بادئ بحرف وليس رقم. ثاني قاعده، انا ما قلتش، خلي بالكم يا جماعه من الكلام، ان انا ما قلتش ان اسم المتغير ما قلت يكون بادئ بحرف. يعني مثلا لو واحد قال لي اسم المتغير احمد 1 2 3 يعتبر اسم المتغير هذا صحيح من حيث قواعد التقنية، صح ام خطا؟ احمد 1 2 3 ها ده اسم متغير صحيح من حيث قواعد التقنية ولا غلط؟ صح. تمام، ليه بقى؟ لان انا قلت لك هو بادئ بحرف، ما قلتلكش يحتوي على الارقام زي ما هو عاوز، بس الارقام دي تيجي بعد اول حرف. تمام، تاني قاعدة أن لا يحتوي على أي علامات خاصة غير علامة واحدة اللي هي الأندر سكور اللي هي الشرطة. يبقى احنا قلنا قواعد تسمية المتغيرات، إن أول قاعدة إن هو لابد أن يكون بادئ برقم، لابد أن يكون بادئ بحرف، سوري، لابد أن يكون بادئ بحرف وليس رقم. أن لا يحتوي على علامات خاصة زي علامة الاستفهام، زي النقطة، زي الفاصلة. العلامة الوحيدة المسموح بها جوه الفيجوال بيزك هي علامة الأندر سكور. تمام، قلنا اول قاعده تاني
أن يبدأ اسم المتغير بحرف وليس رقم، أن يبدأ اسم المتغير بحرف وليس رقم. تاني قاعدة، أن لا يحتوي على أي علامات خاصة، أن لا يحتوي على أي علامات خاصة. تالت قاعدة، قلنا بقى العلامة الوحيدة دي تخليك فاكرها، العلامة الوحيدة اللي هي مسموح بيها اللي هي علامة الأندر سكور، علامة الأندر سكور اللي هي الشرطة السفلية. رابع قاعدة، إن هو ما يكونش من الكلمات المحدودة. يعني إيه كلمة محدودة؟ يعني إيه كلمة كلمات محدودة؟ يعني كلمات البرنامج اللي هو الفيجوال بيزك عارفها، زي مثلا كلمة مثلا تكست خاصية إحنا خدناها الترم اللي فات، زي كلمة بوتون أداة خدناها، لها معنى في البرنامج، يعني البرنامج عرفها. كلمة مثلا زي كلمة سترينج، ده نوع بيان ما ينفعش تستخدمه اسم متغير. كلمة مثلا زي تكست بوكس، ده أداة برضه. لا، ما في بي ديت، لا مش كلمات، ما الكلمات المحجوزة يعني لها استخدامات جوه البرنامج. يعني مثلا زي مثلا البوتون، ده بوتون دي أداة، ينفع اقول له ديم بوتون از سترينج، بوتون ديت البرنامج عارفها. يعني اختار لك اي تعريف، لو غيرت حرف واحد بس مفيش مشكله. يعني مثلا في يعني ناس بتكتب مثلا في كتب خارجيه كاتبين مثلا ديم نيم از سترينج، النيم ده ما ينفعش استخدمه لان هو اسم محجوز، اسم خاصيه. لو زودت حرف الاي بس عليها تتحسب لك صح، او زودت حرف الان او غيرت اي حرف تنحسب لك صح. دي كلمات محجوزة ما ينفعش استخدمها جوه البرنامج كاسم متغير. ما ينفعش اقول له ديم اف، ما ينفعش مثلا اقول له ديم برنت، ديم ريد، ديم اوت بوت، ديم انبوت، ما ينفعش اقول الحاجات دي. دي كلمات محجوزة، اختار لك اي اسم، اي اسم تختاره. اخر قاعدة، ودي بقى بتعرفك البرنامج لما تيجي تعمل البرنامج ده، الناس اللي هتطلع مبرمجة ان شاء الله تعرف بقى تستخدم بقى اخر قاعده ديت، اللي هو يفضل ان يعبر باسم المتغير عن مرحله. احنا هنا المتغيرات اهيت هي عباره عن اماكن محدوده داخل الذاكره رام، لها نوع بيان ويتم ذلك الاعلان عنها، ولا لابد ان تفهم ان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج بتعريف المتغيرات. دي القاعده العامه اللي احنا بنستخدمها يا جماعه. ديم بيجي بعدها اسم المتغير، بيجي بعدها از، بيجي بعدها نوع البيان. زي ما احنا قلنا كده، بقول له دي مسكون از انتيجر، دي معنى الكلمه دي ايه؟ معنى الكلمه دي انا بقول للجهاز خلي بالك في متغير اسمه سكون من النوع انتيجر، احجز له مكان في الذاكره عندك. ده معنى الكلمه اللي انا بعلن عنها دي. ديم نيم از سترينج دي معناتها ايه؟ معناه اللي انا بقول له خلي بالك يا ذاكره في نوع اسمه نوع من نوع في نوع بيان سترينج واسمه نيم، اسمه المتغير بتاعه اللي هو النوع. طبعا لما احط المتغيرات ممكن اعمل لها تخصيص قيم. ايه بقى كلمه التخصيص؟ قبل ما نخش على التخصيص الاول نراجع شويه على قواعد تكوين الاسماء. اولا دي قواعد التكوين، يجب ان يبدا اسم الحرف باللغه الانجليزيه او علامه الاندرس. العلامه الوحيده يا جماعه اللي احنا قلنا عليها المسموح بها جوه الفيجوال بيج هي علامه الاندرس، ان هو ما يكونش فيها اي علامات خاصه. ما ينفعش مثلا، يعني ما ينفعش، احنا قلنا بقى القاعده الثالثه اللي هو يفضل ان يعبر اسم المتغير عن مثلا، مثال زي اللي احنا كنا عاملينه في البشر بيزك، جايب لك مثلا الاسم وجايب لك الجنسيه ويقول لك اعلن عنهم. هتعلن عن الاسم ازاي؟ ما انا يمكن اقول له مثلا ديم احمد از سترينج، مفيش مشكله صح، طالما الاسم انت جايبه صح من حيث قواعد التسميه مفيش مشكله فيه. بس في اصح من انك انت تجيب اسم قريب شويه من انت تعلن عنه. تجيب اسم قريب شويه، يعني مثلا انت هتعمل حاجه للاسم، ينفع اقول له يعني هيجرى ايه لما اقول له ديم نيم وازود عليها ايه؟ اد سترنج. هتبقى صح برضه ما فيهاش مشكله. طيب عدد افراد الاسره، عايز اعلن عنها عدد افراد الاسره، ينفع اقول له مثلا ديم فاميلي اد سترنج. ان انا هجيب اسم قريب شويه، قريب يعني الترجمه بتاعته قريبه شويه من الاسم المتغير اللي انا عايز اعلنه. انا عايز حد بس يا جماعه كده يفكرني بانواع البيانات، انواع البيانات الحرفيه دي، من لان الجزء ده مهم جدا جدا، فلو خدنا فيه اكبر وقت، اكبر وقت مفيش مشكله، لان الكتاب كله هيجي لك سهل ان شاء الله. نراجع شويه لانواع البيانات. انواع البيانات قلنا في انواع بيانات حرفيه وانواع بيانات رقميه،
في انواع بيانات بتاخد تاريخ ووقت، في انواع بيانات بتاخد معلومات منطقيه. قلنا الحروف اللي بيخزن الحروف اللي هو حرف وعدد شرط اكتر من حرف سترنج، انواع البيانات الرقميه الصحيحه بياخد اربع انواع، بايت شورت ولونج وانتيجر. العشريه بياخد ثلاثه، سنجل دبل. تمام. قلنا بقى المتغيرات تعرفها، هي اماكن معكوسه داخل الذاكره رام لابد ان تاخد نوع بيان وتتغير قيمتها اثناء تشغيل البرنامج. كده يا جماعه انا هعمل اسماء وانتوا حضراتكم هتقولوا لي الاسم ده صح ولا غلط من حيث قواعد التسميه. تمام. تمام. الاسم ده صحيح من حيث قواعد التسميه ولا غلط؟ تمام غلط. ليه بقى؟ لان هو بادئ برقم. تمام كده، الله ينور عليك. تمام. طيب اسم زي ده مثلا، صحيح ولا غلط من حيث قواعد التسميه؟ صح. تمام. احنا قلنا هو بادئ بحرف، ما قلناش هو ممكن يحتوي على ارقام زي ما هو عاوز، بس هو اهم حاجه في لما يجي يشتغل على البرنامج ان هو يكون بادئ بحرف. تمام. ينفع اقول له مثلا، قلنا بقى القواعد، قلنا بقى كيفيه استخدام المتغيرات، قلنا بسلم الاول ديم اهي، ديم يجي بعدها اسم المتغير، دي القاعدة العامة بتاعتك لازم تكتب بيها، دي الاسم المتغير از نوع البيان. دي القاعدة العامة بتاعتك يا جماعة اللي احنا هنكتب بيها. اقول لك كائن عن متغير، اول حاجة تفتكر اللي هي كلمة ديم، تيجي بعدها اسم المتغير، تيجي بعدها از، تيجي بعدها نوع البيان. ده الاعلان عن المتغيرات. هنعمل بقى برنامج احنا نتغير نعلن عنه عن الانواع دي. تمام. طب احنا يا جماعه بس انا هوريكم الحاجه اللي عنها. تمام. نعم دوت انتوا حضراتكم، انا هقول انا هقولكم على حاجه وانتوا تعلنوا عنها. تمام. ممكن تمام. ده مثلا انا عندي برنامج اهوت ويقول لك اعلني عن المتغيرات التاليه، دي كلها اسامي متغيرات اعلنا عنها. اول حاجه الاسم وجنبه التكست بوكس. ده هعلن عنه ازاي؟ يبقى ديم اسم المتغير، اختار اي اسم انا عاوزه، ديم مثلا نيم از سترنج. ليه بقى اخترت سترنج؟ لان هو نوع بيان سترنج بالجنسيه، ديم ناشوناليتي از سترنج. العمر هستخدم ارقام صحيحه، ديم ايج از بايت. فاتوره الكهرباء هستخدم مثلا ارقام فيها تصفيه وارقام فيها كسور، يبقى ديم الكتريكي از ها سنجل. النوع ذكر او انثى مثلا هختار نوع بيانه ايه؟ مثلا ديم اكس وواي از بولين. تاريخ الميلاد ديم اكس از دي. ده كيفيه الاعلان عن المتغيرات. بني. تمام. إيه انا مش عارف، انا مش عايز في يعني في انا عايز اسيبكم بس كده، المنهج يعني بتاعكم ده جميل جدا والله. تحس انت لو فهمت المعلومه صح وتطلب صح، انت الباقي كله هيبقى يا جماعه يعني حاجه بسيطه خالص. احنا خدنا النهارده اول تاني، خدنا النهارده انواع البيانات، وخدنا المتغيرات، وخدنا كيفيه الاعلان عن المتغيرات. المتغيرات اقول تاني التعريفات بسرعه عشان الحاجات دي مهمه جدا. انا حابب يا جماعه ان انا اشتغل معاكم والله، بحيث انك انت تلاقي يعني تلاقي المنهج معاك بصوره كويسه كده، تحب يعني تحب الكمبيوتر. ان انا بشوف فيه ناس ياما خالص بعد بعيد عن الكمبيوتر ده خالص. انواع البيانات. تمام برافو اسلام. البيانات قلنا في انواع بيانات حرفيه، وانواع بيانات رقميه، وانواع بيانات منطقيه، وانواع بيانات تاريخ ووقت. قلنا في انواع بيانات حرفيه تاخد نوعين، يا اما حرف واحد شرط، يا اما اكتر من حرف سترنج. انواع بيانات رقميه في ارقام صحيحه وارقام عشريه، في ارقام صحيحه تاخد اربع انواع، بايت وشورت ولونج وانتيجر. تمام الله ينور عليك. فيه انواع بيانات صحيحه، بايت وشورت ولونج وانتيجر، في انواع بيانات عشريه، و سنجل دبل ديسيمال. المتغيرات هي اماكن معكوسه داخل الدايجرام
أن تأخذ أول نوع بيان، بعد تأخذ نوع بيان وتتغير قيمتها أثناء تشغيل البرنامج، عشان كده سموها متغيرات يعني من اسمها. فاكرين الرسمة بتاعت الخلايا ديت؟ هي أماكن بتتحجب جواها، لابد أن تأخذ نوع بيان وتتغير قيمتها أثناء تشغيل البرنامج. ده الفاريبل اللي هي المتغيرات. عايز خبرة تاني، قلنا تسمية المتغيرات تاني عشان الحاجات دي مهمة جدا بتيجي في الامتحان. قواعد تسمية المتغيرات، قلنا أول قاعدة لازم أن يكون بادئ، لازم أن يكون اسم المتغير اللي أنا هجيبه، يعني اسم المتغير ده يا جماعة إحنا اللي بنجيبه، إحنا اللي بنفرضه. تمام، يعني اسم المتغير ده زي ما كنت بقول لك كده في خريطة التدفق، خريطة التدفق اللي جمع عددين كنت بقول لي ريد وبي اكس وواي زد واكس، ما كنتش بقدر اقول لك لا، انت اللي بتجيب اسم المغير ده. طبعا البرمجه بيبقى كل حاجه متحدده شويه، كل نوع بيان ليه قيمه تقديميه، اسم المتغير في قواعد لاسم المتغير، مش اي حاجه تختارها، مش اي حاجه تعملها، طبعا دي برمجه. وطبعا ما التزمتش بقاعده واحده، طبعا الحاجه كلها بتقف، لان ده انت بتدي للكمبيوتر اوامر، فلازم الاوامر دي تكون مظبوطه. ما ينفعش تجيب اسم متغير بحرف اول رقم، مش هيشتغل معاك البرنامج كله، عشان خطا واحد بس البرنامج كله مش هيشتغل. يبقى قواعد تكنيك المتغيرات، قلنا اول قاعده لابد ان يكون بادئ بحرف وليس رقم، ثاني قاعده الا يحتوي على اي علامات خاصه، علامه واحده اللي هي علامه الامن. فاحنا كده خدنا جزء مش صغير برضه يا جماعه، فانا عايزكم بس يعني ميعادنا ان شاء الله يبقى الاربع الساعه 7 كل اسبوع. انا ممكن الم المنهج معاكم بصوره اسرع شويه، بس انا عايز اقول يعني ايه، الموتور ده عاوز ماده فيه اكتر من هي حفظ، وانت حضرتك لو بس خدت خطوه خطوه كده ان شاء الله هتلاقي العمليه يا جماعه كلها سهله جدا، مفيش اي حاجه خالص. انا عايز كمان اديكم تاسكات، يعني اديكم واجبات ان شاء الله هنساعد بعض ان احنا نعمل ده كده. اكيد حضرتك تعمل فيديو بالوفاء دي حاجه ان شاء الله، يعني بارك الله فيكم. واحده واحده بس كده، ان في ناس واخده الكمبيوتر على عاتقها شويه كده، يعني اللي صعب البرمجه ده، البرمجه ده يعني حضرتك انت لو اتعلمتها انت ممكن تعمل بالفيرتشوال تيست اللي انت حضرتك بتاخده ده، ممكن تعمل برنامج لمحل صغير، ممكن تعمل برنامج لشركه صغيره. طبعا البرنامج ده بيتباع ب 2000 جنيه وانت قاعد مكانك، حضرتك لسه تالتة إعدادي، لو خدت بس كمان حاجة صغيرة بس كده بعد المنهج بتاعك، خلاص انت كده ممكن تعمل برنامج لمحل صغير. البرنامج وانت قاعد كده بتعمله مثلا في أسبوع أسبوعين بتاخد 1000 جنيه. تمام يا جماعة، أنا هحط لكم المذكرة في قلب المنشور، وإن شاء الله يبقى في تفاعل أكتر من كده، وعامل إن شاء الله. تمام، ايوه كده تمام يا فندم، يعني البيانات ديت هي محور المنهج كله بتاعنا. احنا خدنا حاجات سهله خالص يعني ما فيهاش حاجه، احنا قلنا لما نيجي نسجل في التكست بوكس لازم افكر الاول ده ارقام ولا حروف، قلنا في حروف لو هسجل حرف واحد اكتر من حرف، قلنا الارقام في ارقام صحيحه ارقام عشريه، يعني هي البرمجه ماشيه تمام كده، ان هي كل حاجه محدده لها صيغه، احط نوع بيان ايه، نوع بيان حروف ولا رقم، طب لو حروف كم حرف، حرف واحد اكتر من حرف، الارقام ارقام صحيحه ولا ارقام عشريه، لو ارقام صحيحه الارقام ديت من 0 ل 55 ولا اكبر من كده، هي يا جماعه البرمجه كلها قايمه من كده. لا ما فيش لخبطه ان شاء الله اسلام، الله ما شاء الله يعني الناس كلها لا ربنا يبارك في حضرتك، انا مش عايز حاجه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا بقول يا جماعه يعني هي يعني حاجه بحاجه كده، وده طبعا جزء عملي، يعني انت عاوز جزء، يعني لو سبت جزء في النص انها ازاي بعضها. فانا بقول لك ده اول درس لازم حضرتك تكون يعني ملم بيه اكتر ما يمكن، يعني انواع البيانات دي بالذات، يعني المتغيرات والثوابت، ده درس ده ثابت هيبقى ثابت معاك المنهج كله، يا جماعه المنهج كله هيبقى ثابت معاك.
هنستخدمه في التمام في طول المجال كلها. هو بيقولوا يا جماعة هيتغير، هيبقى بس لسه ما جاتش أخبار أكيد، يعني بيقولوا هيبقى برنامج تاني يعني أندرويد، بس هو لسه ما جابش حاجة من حاجة. في حاجة معاك في الجزء اللي فات ده نقولها تاني أو أي سؤال أو أي حاجة؟ هو نور ما فيش بقى في ذكريات جامدة خالص. أنت بس حضرتك أنت افهمي النقطة بس الأول كده، وهتلاقي الأسئلة كلها سهلة جدا يعني. في مذكرة هنشرها كمان برضه يا جماعة في القلب أكاديمية الدارين، هنشرها برضه. في حاجة خاصة اللي احنا قلناها يا جماعة بالجزئية اللي احنا قلناها اللي هي أنواع البيانات والمتغيرات، في أي سؤال أو أي حاجة أو أي توضيح. عمر يا عم، اسم متغير يكون اسم برنامج فيجوال بيزك. يعني هو يا احمد، هو الكلمات المعكوسه اللي احنا قلناها ان البرنامج بيكون عارفها، يعني البرنامج عارف الادوات بتاعته، الادوات اللي هي ليبل وتكست بوكس والادوات دي كلها لها اسم في البرنامج. البرنامج ليه معنى، يعني لما تكتب في قلب الكود بوتون يبقى انت بتشيل لبوتون، ما ينفعش اجيبها اسم متغير. تمام، انا هرفعه يعني هيبقى عندكم في قلب المنشور بتاع المحاضره، هنشره لكم المذكره ان شاء الله. يعني الاسماء المحجوزه، الكلمات المحجوزه ديت، اي كلمه انت خدتها يبقى لها معنى فيجوال بيزك، اي كلمه خدتها من الترم اللي فات او الترم ده. يعني ينفع انا اقول له مثلا دم، واخده دم، انتيجر از سترينج، لا انتجر ده انت واخده اللي هو نوع بيان. كذلك مثلا اقول له ديم برنت از انتجر، لا برنت ده امر خاص بالطباعه، خدناه برضه امر في الفيجوال بيزي. دي الكلمات المحجوزه، ده قصده بالكلمات المحجوزه. ما ينفعش اقول له ديم اف از انتجر، اف دي برضه ده ما ينفعش، انا خدتها في قرارات رفض. اي كلمه لها خاصه بالفيجوال بيزك ما ينفعش استخدمها كاسم متغير. انت حضرتك بتفرضه، انت اللي بتطلعه، انت اللي بيجيبه من دماغك، انت اللي يعني انت اللي زي انت اللي بتنشئه. بس في القواعد طالما انت ملتزم بيها اي اسم تختاره بقى صح، بس احنا لازم نختار اخر قاعده بس اللي هي بتقول لك يفضل ان يعبر اسم متغير عن محتواه. يعني وانت بتجيب اسم متغير لو سمحت خلي الكلمه قريبه باللي انت هتعمله، يعني بتوع الناس المبرمجه بيستسمحوك. فيجوال بيزك اف باي ده ينفع اسمه متغير، ما ينفعش ده ينفع اسمه متغير. تمام كده ان شاء الله يا جماعه، في تفكات عندكم في قلب المنشور بتاع المحاضره ان شاء الله، وان شاء الله نكمل ان شاء الله الاربع، يوم الاربع الجاي ان شاء الله تفكات ان شاء الله. تمام حاضر، انا هرفعه لك نور، حاضر ان شاء الله هرفعه لك، هتلاقيه عندك المفهوم ان شاء الله في الاكاديميه، في موقع الاكاديميه، في صوت على الاكاديميه تلاقيه رفع ان شاء الله. اللهم المستعان، السلام عليكم.